السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة بداية المدرسة بام، مستمعي اليوف في أنا فيصل المطيري مع الفريق الأخضر. نتحدث اليوم عن موضوع فيه ارتباط روحي وقد يكون وقود للشخص في عبادته، في حياته. في ناس يرون أنها تكتسب، في ناس يرون أنها فطرية. في ناس يرونها انها تح يحتاجها كل شخص، في ناس يقول اذا عنده مهاره ما يحتاجها. اليوم احنا مع الشباب في الفصل الاخضر بنتناقش موضوع الثقه. متى تمنحها؟ متى تاخذها؟ متى تكون؟ متى تكتسبها؟ هل تحتاج انك تكتسبها؟ هل هي مولده فطريه؟ نرحب بالشباب، مرحبا بك عبد الله. هلين. يلا حيه. اهلا عبد المحسن، هلين. مرحبا, مرحبا بك. اهلا عبد الرحمن. يا مرحبا. جاهزين؟ اهلا بدر. كيف الحال؟ عبد الله بنبدا معك. كيف تشوف الثقة أنت بنفسك؟ يعني وش الثقة بالنسبة لعبد الله؟ هي الثقة أنك تعطي ثقتك يعني لشخص يعني مثلا صديق أخ أي صديق أخ أم في ناس ترى ما يثق في ايه أمه يعني يعني ايه يفضفض الخوية ولا يفضفض أمه؟ آه أنت أنت أخذتها من جانب أني أعطي كل ما عندي للشخص هذا أسرار وذا الثقة بشكل عام في نظرة عبد الله وش؟ هذا والله مفهوم الثقة عندي انك كذا مثلا الاسرار شعور وكدا. شعور اي شعور اطمئنان وامان للشخص اللي قدامك اي شعور اتجاه شخص يعني شعور اتجاه العبد عبد الرحمن شعور ثقة كذا وفي نفسك بعد اي وفي نفسك كلام جميل عبد المحسن الثقة بالنسبة لعبد المحسن وش؟ في ثقة يعني في ثقة بالله يعني هذا لازم نتكلم عنه هو الثقة بالله يا سلام يعني الثقة بالله انك توكل امرك لله سبحانه وتعالى ما تعطي امرك لاي ثاني الا الله ما تدخل شيء الا وانت تعطي ثقتك لله بربك ايه والثقه بس. يعني عدم الخوف آه. عدم الرهبه عدم حلو. التوتر لا توضح للشخص اللي قدامك انه ترى انا ما احتاجك ولا ترى ابعد عني عشان ترى آه متوتر يعني ما تقول ما تدخل في دائره الأنانية صحيح يعني الثقه انك تمنح اللي قدامك في وجهه نظرك اللي انت تقولها الحين الامان انك تمنح اللي قدامك الامان وان انت انا اثق في امكانياتك اللي قدامك وانت قاعد تساعدني على النجاح. هذه الثقه. صح كلام جميل، عبد الرحمن. طبعا الثقه نواحي كثيره. يا سلام. نواحي انك تثق بالله، تثق في صديق. طيب. والثقة في شكلك والطالع. طيب. والثقه انواع كثيره، انك تثق في شخص تعطيه سنه. حلو. تثق في او في بعض الناس يعني موضوع متشعب مره يعني ممكن تاخذها من اكثر من جهه تأخذ من اكثر من جهه في المال تاخذ من اكثر من جهه في العمل تاخذ من اكثر من جهه في الاهل لكن انا اشوف ان الثقه بشكل عام الثقه بشكل عام هو شعور اطمئنان وراحه سواء لامكانياتك في اهلك في في ربك او شيء اطمئنان وراحه ان الله بيعطيني الشيء الافضل وثقه في امكانياتك اني انا بقدم الشيء الافضل إيه؟ وثقه في من حولك انهم بيعطوني شيء الافضل صح؟ صح بدر مفهوم الثقه عندك؟ انا اشوف مفهوم الثقه عندي يا طويل السلامة اللي هو انك تكون مسوي الشيء وانت واثق منه. امكانيات كامكانيات اي انت واثق إيه؟ من امكانياتك حلو مو تكون تقول يا اخي لا يكون هذا مو صح علي انا اه تردد يعني ما تتردد قبل إيه؟ تقدر هذا هذه خوف توتر هذا مو من, من صفات الثقه انا اشوف صفات الثقه انك تسوي الشيء وانت واثق فيه يا سلام اخذتوها من اكثر من جهه كلنا الحين شاركنا في موضوع انك اهم شيء انك تكون مرتاح لامكانياتك وتدري انك تملك شيء سواء لك ولا اللي حولك كلام جميل احنا بنتكلم عن موضوع الحين سامي مره في الثقه بنتناقش فيه اللي هو الثقه بالله اللي تطرق له عبد المحسن الثقه بالله سواء في الدعاء في العمل في اي امر تتجه له من أسباب إجابة الدعوة من أسباب إجابة الدعوة أنك تثق بربك عمر الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الدعاء لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم إيش؟ الدعاء وش معناها هذه؟ معناها أني أنا أثق أن ربي بيعطيني لكن كيف أدعي ربي أنا؟ هل أدعيه وأنا واثق أنه بيعطيني ولا يدخل في قلبي شوي إن هذا شيء بصاير صح؟ فالثقة بالله هي من أعظم أنواع الثقة. أنواع الثقة، من أعظم أنواع الثقة. طيب، عبد المحسن متى تمنح الشخص الثقة؟ يعني الحين صادفت شخص معين في مكان معين في عملك في مدرستك في أي مكان؟ متى تمنح الثقة؟ متى أنت يا عبد المحسن تثق في الشخص ذا؟ طبعاً يعني لازم أول شيء أشوفه. هل التجربه؟ اي لازم لان ما اقدر اجي اي شخص يعني في حياتي اقول له خذ فلوس امسك هذا شيء ترى انا بروح طيب آه لا ما يصير يس... في ناس ترى مره من استغلاليين مره يعني يقول له اي كلمه ي... يكون يعني مره مخفه تقول له اي شيء والله يزل <applause> كيف مخفه؟ يعني, يعني قصدك يندفع بسرعه يندفع لأي بسرعه شخص على اي شيء ايه على اي شيء حتى ايه لو شيء بسيط يقول لك مثلا عطني وثق فيني تراني بسوي لك. ايه. ويقول مثلا خلاص هو شخص اعطاني شيء يعني خلاص انا متفق معه. واعطاه جاء اليوم اللي بعده طيب عبد المحسن هو عبد المحسن انت انت متى تمنح ثقه لشخص؟ متى تمنح؟ وايش طريقتك؟ وبعدين متى الشخص اللي يستحق الثقه بالنسبه لعبد المحسن؟ من هو الشخص اللي يستحق الثقه؟ الخلق اللي عنده ثقه بالله كبيره. اللي يخاف ربه اللي يخاف ربه من ايه. مو مب... لا هذا ما ما راح اقدر أعتبر. طيب حلو هذا الشرط الاول إيه؟ انه يكون يخاف ربه صحيح طيب مثلا لازم اشوفه هل هو صادق اشوفه ها اجلس اتحاور معه اذا جالس يعطيني اشياء يعني في ناس ترى يوم صح. يكون مره ممتاز يوم لا خلاص يمكن يوم يكون يتصنع يكون ترى مصلحه اوه يعني لازم انك يعني مو باي شخص ترى توثق فيه على طول لا اللي عاده هلك اقاربك هذول الناس بينك وبينه تكون عارفهم اللي فهمت من كلامك عبد المحسن الشرط الاساسي عندك ان شخص يخاف رب ما دام ما اجتاز الشرط هذا لا يمكن ياخذ الثقه هذا كلامك صح. كلام جميل عبد الرحمن متى تعطي الشخص الثقه طبعا طيب. زي ما قال اخوي عبد المحسن طيب. اول شيء لازم يكون عنده ثقه بالله ويخاف ربه حلو لو هذه لا تنظر لا شيء ثاني شوف هذه هذه النقطه الاهميه هذه النقطه هي. ولازم تشوف أه الشخص هل هو صادق في طيب. فيه تختبره يعني تجربه بتسوي مشروع اوكي تعطي فلوس ايا كان تجاري او شيء او شيء تجربه انت تجربه قبل إنت تدخل مع التجاره زي آه تعطيه مثال شيء بسيط يبدا في شيء صغير اذا نجح فيه أعطيته الثقه انت خاصة تسلم م. الثقه الكامله طيب الثقه تجي مع طول السنين طول العشره ولا مع المواقف المواقف كل الثنتين بالنسبة لي أكثر مواقف في ناس تخويهم 16 سنة و... ولا تثق ويطلع ردي ردي حلو ولا تثق فيه ولا تثق فيه ولا فيه يعني عارف. انت تقول ان العشرة سنين ما لا يمكن يمكنها تمنح واحد الثقة اهم يعني شيء, شيء يكون موقفه معي ممكن لكن في بعض الناس يديك طول هذه السنين انت صبر عليه بس يعني ما تدري شلون فما تدري تمنح ثقة عشان قاعد معك كم سنه أي. لازم اذا لازم يثبت شيء يبرهن هذه الثقه اي, أي. يعني لو كان واحد زي كذا وما اعطيه ثقه ما يصلح صحيح بدر تعطيه أوه. الثقه تجربه ولا تعطيه الثقه لان الناس يمدحونه لا. يعني مثلا خلينا يعني نتناقش انا وانت يعني الناس يمدحون عبد الله و... وعبد المحسن يسولف لك عن عبد الله انت ما تعرف عبد الله عبد المحسن يسولف لك عن عبد الله والله عبد الله هذا انسان طيب ذا ده... و وفي منظور عبد المحسن، منظور عبد المحسن. انت في داخلك لو جاك عبد الله بدون عبد المحسن وكان الكلام عبد المحسن عنه كلام ايجابي جدا تعطيه ثقه ولا تقول لا اوكي هذا نظره عبد المحسن انا لازم اجرب ولا تمنح الثقه؟ هو شوف انا بس بطرد كم موضوع. تفضل. اول موضوع هو الثقه بالله. حلو. الشخص اللي ما يخاف ربه ما يخاف منك يعني هذا من ش... انت كلكم متفقين على القاعده هذه إيه؟ ان الشخص اذا ما يخاف ربه لا يمكن اعطيه الثقه لو فعل ما فعل إيه؟ ممتاز وجميله هذه القاعده هو, هو هو ما راح يخاف من ربه ليش يخاف منك صحيح يعني إيه فيه اللي فيه قطع علاقته مع ربه ممكن يقطع علاقتك في اي وقت صحيح كلام جميل طيب اما الموضوع الثاني اذا جاني عبد المحسن انا اشوف نفسي هل عبد المحسن انا اصلا اثق فيه عبد المحسن الاساس اللي يمدح ذا يعني تخيل يجيني إيه واحد ردي حلو حلو كلام جميل, جميل كلام, جميل, كلام جميل, جميل, لا جميل لا 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 هي هو درب المثال يجيني واحد ردي اي ضرب المثال واحد ثاني ردي ثاني اي حلو بصدق الاول بخلي يعني انت تقول طيب خلينا بمشي معك جدلا انت تثق في عبد المحسن حلو وعبد المحسن مدح عبد الله اذا هو كان انا اشوف ان عبد المحسن صدق معي وأمور طيبه اكيد بيديني كيف اقول لك 50% ثقه بعبد الله حلو يعني قطع نص المشوار اي عن اني ما اجربها اكثر اي بس انا بحاول اني اجربه لكن إيه تكون يعني يعني الثقه خلاص على وشك انها خلاص تصير ثقه تصير 100% اي فهمت؟ إذا يعني جاي شخص انا واثق فيه من زمان وافعاله حلوه حلو يعني رجال معي حلو فليش ما اصدق كلامه؟ طيب ممتاز كلام جميل انك تقول ان الشخص اذا مدح لي شخص شخص ثقه مدح لي شخص ثاني اعطيه الثقه 50% مضبوط؟ مضبوط وجاني عبد الله في موضوع معين أنا بناء على كلام عبد المحسن جربت عبد الله نجح معي اعطيت الثقة كاملة 100% من ما يحتاج يجربها أكثر من مرة. إيه؟ طيب طلع عبد الله مو بقد الثقة مو بقد الثقة تفقد ثقة عبد المحسن يفقد ثقته بسبب عبد الله؟ أول شيء براجع عبد المحسن ليش هو ترى في ناس يعني إيه؟ مثلا أنا جيت عند واحد رجال ممتاز يمكن يكرهني أنا يمكن ما يتقبلني حلو بس يجي مثلا عبد المحسن او عبد الرحمن العواد يرد عليه يتقبله حلو يمكن اجي شخص يتقبلني ما يتقبل حلو, حلو, حلو فهمت؟ حلو فهي تفرق من شخص لشخص حلو يمكن اجي عند عبد الله حلو يطلع يستغلني اما مع عبد المحسن يطلع خويه يطلع يعني يرجع اه يعني خوية. تقول انت ابي عامل كل شخص اللي فهمت من كلامك اني بعامل كل شخص الحال ثقه عبد المحسن لحاله حتى لو مدحه انا بجربه اذا كان مو بقد الثقه بيبقى عبد المحسن اثق فيه عبد الله بكنسله من حياتي هذا هذا اللي انا طيب يعني فهمته منك صح انا بعامل الشخص كلامي صح ولا لا كلامك صح اي حلو هو اللي انا اشوف هذا اللي انت لكن انا بعامل الشخص اللي أعمل فيه هذا انا اشوف إنه هو اعطاني ثقه كبيره انا بعطيك ثقه كبيره طيب اعطيك ثقه صغيره ما اعطيك ثقه حلو حلو, حلو. كلام جميل عبد الله متى تفقد الثقه في الشخص خلينا ناخذها من الجهه الثانيه الشباب كلهم قالوا اللي ما يخاف من ربه اللي اللي يخاف من ربه انا اعطيه الثقه أنت متى تفقد الثقة؟ أعطيت شخص ثقة، أعطيت فيصل ثقة. وثقت فيه. صار بينك وبينه موقف. هل تسحب الثقة منه ولا عاد ترجع؟ ولا تقول لا هالموقف ذا باخذ منه بسحب منه الثقة لكن بجربه مرة ثانية ولا خلاص؟ لا أنا عندي مثال. أنا أعطيتك الثقة يا يا بدر. أعطيتك الثقة وقلت لك كل أسراري وكل اللي عندي تاوش تبعه طيب انا يعني بدر ما علم بأسراري حلو يعني كان قد الثقه طيب يعني انا قلت له صار كذا بعدين تهاوش صار موقف به. صار بينك وبين خلاف اي طيب وما ما قال اي احد اسراري وما عايرني فيها يعني ايه ما استغلني اي ما فيها. استغلني حلو هذه اذا كذا انا برجع واعتذر له آه يا سلام ترى ثقة. ترى كلام جميل اللي قاله عبد الله يقول ان احيانا على الكلام من عبد الله اللي استشف يقول احيانا يكون الخصومه طلع لك نوع الرجال كلام جميل ترى والله كلام بليغ يا عبد الله كلام جميل مره يقول اني اذا احيانا الصداقه ما تطلع معدن الرجال يعني ما تطلع مره الخصومه تبينها اكثر في بعض المواقف، مثل يقول يعني انا اعطيت بدر مثلا اسرار لي وجاب بيني وبينه خلاف يقدر يعني لو عبد بدر يعني كان مثلا خلينا نقول مثلا ثاني فيصل يقول اعطيت فيصل اسراري وجاب بيني وبينه خلاف لو فيصل يعني قليل اصل او يعني ردي بيستغل يعني اتكلم مثال بيستغل اسراري بيلوي ذراعي فيها بس انه قال لا الخلاف اللي بيني وبينه ما يوصل اني اطلع اسرار كلام عبد الله يقول هذا الشخص برجع له واعتذر منه وايش؟ واثق فيه زود ممتاز يعني كلام بدر عبد الله اللي فهمته انه يقول الخصومه لا يمكن انها تنتزع الثقه الخصومه ممكن تزيد الثقه صح صح كلام جميل توافق عبد توافق عبد الله ان الخصومه ممكن تزيد الثقه بعض الاحيان شلون الحين انا افرض ان الحين سويت مشكله مع شخص طيب وما عنده اسراري والشخص هذا لي عندي عشره عمر طيب جاء صار في خلاف خلاف و... في بعض الناس تخالفتوا بينكم إيه؟ طيب في بعض الناس ترى در... انت ما تدري ربي هو اللي يدري عنه سبحان يعني انا ما ما راح اقدر يعني عبد الله لو كذا جواب انا ما راح اقدر اتفق معاك كامل الاتفاق طيب عادي ما في مشكله هذا احنا احنا نتناقش أو... موضوع إيه؟ الثقه عبد الله رايه يقول ان الخصومه لا يمكن ان تنزع الثقه وهو وجهه نظره وتبريره كان جميل جدا انت تقول لا والله انا خالفه ايه هو ليه بعد الحين افرض الحين انا جيت وانا طيب. مثق فيك حلو وتخاصمنا تخاصمنا طيب يمكن انت تجي تروح وتخوي كل الثاني الخاص تقول مسكون زلمه انا كيف بعرف انا الحين عرفت ان ان مثلا عبد الله علم عبد الرحمن انا عرفت طيب هو بيتاكد هو هو يقصد هو يقصد اذا تاكد تبين لي ان مثلا فيصل ما طلع ولا سر من الاسرار رغم الخلاف انا بجي هو بقول يا فيصل انا اسف وبثق في زود، هذا راي عبد الله ميحيي. اما يقول ولا 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 استغل مثلا يعني مثلا ارسل لي قال ترى انا اعرف موضوعك الفلاني حلو يعني احنا كنا اصدقاء هذا اكيد ما هو بواثق فيه ممكن يوصل لدرجات حتى يمكن الشكاوي لكن يقول اذا تبين الرجال ما كني قلت له شيء رغم الخلاف لا هذا برجع له. انت تقول انا دام خاصمني هذا اللي فهمت انت جاب بيني بين الخلاف ما عاد اثق فيه ما ادري هو قال احد لا احد او لا حتى لو كان ما قال انا ما عاد اثق فيه نسبة الثقه ما راح اقدر اني اعطيه كامل الثقه يعني. حتى لو رجع حتى لو رجع انا بعطيه نسبه قليله من الثقه انا كان عندي اول 100% 100 الحصار 80 ما راح اقدر انا اعطي الشخص لو لو انت اعطيت الشخص ترى اكثر من مره نفس الثقه بيسويها بيسويها وتنقص تنقص وانت عادي طيب هو اهم شيء ان الصداقه باقيه بس طيب لو رجعت الصداقه ما تعطيني نفس الثقه اللي قبل الخصومه؟ على حسب ما اقدر اعطيه كامل لا مستحيل ما اقدر بعد اذا جاء في موقف صدق وانا يعني حزت في خاطري اي بعطيه إيه؟ يعني مثلا يعني قصدك اني إيه قبل الخصومه بتكون 100% بعد الخصومه بتنقص حتى يثبت موقف يرجع الثقه هذه اي هو صار لي مثال انا تفضل إيه وحنا نبغى القصه دي اي وش؟ في بين شخص اعرفه فتره طيب. ممتاز انت قلت ايش انت قلت هل الشخص الثقه فيه من فتره ولا من موقف ايوه انا قلت هل السنين انا برد عليك تفضل وشو مع سنين حصل موقف انتم عشره عمر يعني من زمان اي يعني انت جمعت الثنتين سنين ومواقف يعني منحت الثقه 100% ايوه طيب حصل موقف حلو كانت في فتره قبل كنا مره ممتازين طيب حصل موقف يعتبر عادي ولا خلاف؟ شوي عادي بس صار خلاف اي طيب يعني هو سواه ما سواه لي، سواه لشخص ثاني ايوه اوكي اوكي ايا ايه؟ كان بس انه صار خلاف صار خلاف حلو انقصت الثقة انت حلو. انت اللي انت اللي قللت الثقة اي انا انا ايه؟ حسيت قلت هذا شخص. طيب مو معك اي اسأل الحين ما كان بقى معك بقى الموضوع بقى حلو جاء مرة ثانية سوى فعل معي انا مو بزين حلو انت اللي فهمت من القصة يا عبد المحسن انك انت لما شفت فعله مع الشخص الفلاني الثاني جاء في داخلك شوي منه صح قلت اللي سوى مع فلان يمكن يسويها معي حطيت شوي نقصت النسبه شوي صح اما سواها معي بيبقى زي ما هو وكنت حريص منه وصار اللي انت كنت تظنه و... طيب ويعني ترى الناس مو بالسنين والله في ناس انا اعرفهم 10 سنوات 15 سنه حصل موقف واحد والله راحت حلقتهم صحيح يعني ترى الشخص ما راح تثق فيه الا اذا في حصل موقف موقف مو موقف عادي أوه طحت من ريال أعطاني اياه لا ايه في ناس ترى يعني والله موقف قصدك انه موقف, موقف يخلد جدي يعني موقف ما راح اقدر انساه من ذاكرتي ايه عبد عبد الرحمن توافق عبد الله؟ اوافق 50% لو هو قال يعطيك ثقه 100% بالمية. ممكن ممكن في ناس يعني كيف اشرح لك؟ تعطيه الثقه ممكن إيه ده إيه ده احنا في نقطة جزئية جت الخصومة ايه صارت خصومة تعطيه الثقة بعد الخصومة أو لا؟ أعطيه الثقة لكن مو بلاش ما قبل ينصر ممكن يعني تتفق مع عبد المحسن إي بس أنت ترى ما تعلم ما تعلم هو قال لأحد بس أنت ما تدري يعني أنت تتفق تتفق يعني أنت تتفق مع عبد المحسن تقريباً ايه اي ممتاز بناخذ رأي